مباشرة من بعد ما سال الماتش ديال المنتخب الوطني والكوت ديفوار واللي فاز فيه الفريق الوطني المغربي بهدفين لصفر وتأهلوا للمونديال، خرج عدد كبير من الجالية المغربية ببروكسل من كل أنحاء باش يحتفلوا بهذه المناسبة واجتمعوا في لابورس. من بعد ساعتين من الاحتفال دخلت الشرطة باش تفك هذا التجمعور، لكن مجموعة من الشباب أرفض منع الشرطة لهم بالاحتفال وقاموا بالاحتجاج عليهم. هذا الشيء انتج عليه اشتباك بين الشرطة والجمهور المغربي. طورت الأحداث بعد ذلك من الفرح إلى الغضب. هذا الغضب خلى الجماهير تقوم بأعمال شغب وأعمال تخريبية، كرشق الشرطة بالحجارة، هرسوا البلايك ديال الشوارع، وشعلوا العافية في الطوموبيلات، والبوليس أفقد السيطرة على هذا الجمهور الغاضب. في وسط هذه الفوضى دخلوا عدد كبير من الشفارة باش يستغلوا الموقف، وفعلا داك الشيء اللي كان، قاموا بالهجوم على المحلات التجارية، سرقوها وخربوها.